Assassin's Creed Unity لعبة من أكتر الألعاب اللي كانت منتظرة في 2014، ولكن هل تجربتها هتكون بنفس جودة الإعلان عنها ولا هيتكرر نفس اللي حصل مع Watch Dogs؟ Assassin's Creed Unity بتدور أحداثها في فترة الثورة الفرنسية، بتقدم لنا شخصية جديدة وهي أرنو دوريان اللي تعتبر شخصيته من مميزات اللعبة، وتحس من أول اللعبة إنه شبه شخصية إيتزيو بجوانب كتير. قصة اللعبة ما كانتش قصة مرضية اللي تفكرنا بأجزاء السلسلة قبل يونيتي، فاللعبة ما استغلتش أحداث الثورة بشكل كويس، وبدل ما تقدم لنا قصة ليها جانب سياسي قوي، قدمت لنا قصة مبنية على انتقام شخصي. اللعبة ما قدمتش أي جديد في صراع الأساسنز والتمبلرز بره حدود الأنيمس، وما قدمتش أي معلومات عن شخصيتك بره الأنيمس، أكتر كمان من بلاك فلاج اللي كان فيها جانب من القصة متصل بالحاضر. اللعبة بشكل عام كانت ضعيفة وعكس المتوقع عنها. الجزء الجديد قدم لنا اسلوب معارك مختلف جدا عن الاجزاء السابقه، واهم تغيير كان الغاء الكونتر كيل والكيل ستريك اللي كانوا بيلغوا اي تحدي في مواجهه العدو، وكمان درجه صعوبه العدو زادت بدرجه كبيره وتاثير ضربتهم زاد بشكل ملحوظ، وبقى مجرد ان حصر اكتر من 4 اعداء بتضطر تهرب، وده بيجبرك باستخدام الستيلث بشكل اكبر من اي جزء تاني من اللعبه. وبما ان اللعبه بتوجهك للستيلث، فاللعبه تضاف ليها نظام الكفر سيستم والستيلث مود. نظام المهمات في اللعبه اتغير، مهمات التيلينج المملة قلت بشكل كبير واستبدلت بزيادة في مهمات الاساسينيشن اللي اتضاف ليها عنصر الساند بوكس، فكل مبنى ليه أكتر من مدخل، وطريقة القتل نفسها بقى ليها أكتر من طريقة، من ضمنهم طريقة أو اتنين يونيك، وده اللي بيسمح لفكرة إعادة المهمات وتنفيذها بطرق مختلفة. حركة الشخصيات في المعارك وحركة أرنو في تسلق المباني اتطورت بشكل رائع، ونظام الباركور الجديد ساعد جدا في التنقل في تصميم باريس رغم وجود صعوبة في بعض الأوقات في النط من المنطقة التانية بسبب بعض الأخطاء في تصميم الحركة. المحتوى الجانبي للعبة ضخم جدا ومختلف تماما عن باقي السلسلة، وبيتقسم لباريس ستوريز وسوشيال كلوب ميشنز غير الكولكتبلز والإضافة الجديدة للسلسلة وهي الكوب مود، واللي كان من رأيي أفضل إضافة للعبة. المحتوى ده كله بيتقدم في مدينة بتصميم رائع وهي باريس، اللي من أكبر وأفضل مدن السلسلة سواء بالتصميم الخارجي للمباني وأسطحها أو التصميم الداخلي للمباني اللي تقدر تدخلها وبتضم محتوى جانبي رائع. اللعبة لأول مرة بتقدم نظام كاستمايزيشن للشخصية من ناحية أنواع الأرمور المختلفة في الشكل وكمان في خصائصها سواء ميلي، هيلث، رينج أو ستيلث. من قبل الإصدار واحنا بنشوف في بداية كل تريلر للعبة جملة نيكست جين ستارتس هير، وبكل معنى الكلمة اللعبة بتقدم جرافيك خرافي سواء من جودة التكتشرز أو الشادوز أو الأمبيت اكلوجن اللي بنصح أي حد هيلعب اللعبة باستخدامه تحت أي ظروف. الإضاءة في اللعبة هي من الأفضل في تاريخ الألعاب، وخصوصا مع استخدام البلوم والريفلكشنز الممتازة وتكنولوجيا جلوبال إليمينيشن اللي بتستخدم لأول مرة بشكل مصغر في تاريخ السلسلة. وجوه الشخصيات الأساسية متصممة بشكل رائع، وتعابيرهم وفعالاتهم نقطة تحتسب للمصممين اللعبة، تحية لاستديوهات يوبي سوفت على جهدهم الرائع في تصميم التحفة الفنية دي. لكن بعد التحية نذكر العيوب. اللعبة على كل الأجهزة سواء البي سي أو الكونسولز أدائها سيء جدا، ومجرد الوصول ل 30 FPS يعتبر حلو، وده بيأثر بشكل سلبي كبير جدا على جمال اللعبة وسلاسلها. الأصوات في اللعبة ممتازة من ناحية التمثيل الصوتي أو أصوات السيوف في ضرب النار، وأحسنهم كان أصوات المتظاهرين اللي بيدخلك في جو الثورة العام. الساوند تراك حلو لكن مش ممتاز باستثناء تراك واحد بس. اللعبة عانت من مشاكل في الأصوات، وبعض الأوقات كان الساوند بيروح خالص في بعض المهمات وبيرجع تاني بعد انتهاء المهمة. I've had my eye on you for some time now, Arno. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the King of Wrath. Assassin's Creed Unity تحفة فنية لو ما كانش فيه وجود لأخطاء الجيم بلاي والأوبتمايزيشن الرديء وطبعا القصة المملة، ولكن أمل كبير في إصلاحها من خلال الباتشات اللي وصلت الأربعة حتى الآن.